هتعمل الكلام ده؟ اه هتعمل الكلام ده، وحش ده ما شاء الله عليها، دي هتعمل حاجات كتير جدا. خليهولي مهري اللي هو يعني ننزل المايه بتاعته، لو انا هعمل بيه يا رب معيط. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده؟ لا لا حلو قوي 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 ما شاء الله، عجبتني جدا. في الكبه متغلفه حلو جدا، فيها البتاع اللي بيطقطق ده، طبعا كلنا بنحبه عشان خاطر نقعد نطقطق فيه. ابتدي معاها على الاول ولا التاني؟ ممكن ابتدي معاها على التاني. بسم الله، محتاجه ماسكه جامده. السلام عليكم، النهارده عندنا مراجعه كامله وانبوكس للكبه الجباره بجد، كبه في منتهى الجمال، سواء خامه او سعر او مبيعات. بصراحه الكبه دي محققه كميه مبيعات خلال الشهرين دول، شهر يناير وفبراير، جامده جدا جدا بصراحه. كبه تستاهل، تستاهل الناس تطلبها بالاسم، وتستاهل انها تتلهف عليها كده بجد. الكبه دي ولا كلمه ولا كلمه بجد، يعني ما فيهاش غلطه. يعني عارفين ان احنا ممكن نقول في كبه ممكن يبقى فيها بعض غلطات كده، لكن شغاله دي تقريبا ما فيهاش غلطه، والفيديو ده هيثبت لكم كل الكلام ده كله. الكبه دي كبه سكاني 1500 واط 6.5 لتر. طبعا بما اننا ما نقدرش نجرب الكبه نفسها، فاستعنا بالاستاذه عبير يسري، كانت عامله ريفيو عن الكبه واستخدمتها وعملت فيها لحمه وعملت فيها فراخ وعملت فيها طماطم وبصل بحاله وعملت فيها كفته رز. هتشوفوا كل ده معانا في الفيديو دوت. في النهايه هنقول لكم سعر الكبه كام وطريقه الشحن ازاي، وهنقول لكم كل اللي انتوا عايزين تعرفوه. عشان ما نطولش عليكم هنفتح الكبه وهنتفرج على محتواها، وبعد كده نستعرض الفيديو بتاع مدام عبير ونشوف الدنيا عملت معاها ايه. عملت فعلا اللحمه والفراخ والكفته والحاجات ديت ولا نص نص ولا ايه؟ تعالوا بس الاول نشوف اللي جوه الكرتونه دي بجد. الوحش الوحش جوه، يعني بص هنفتح هيطلع ينط من الكرتونه. بصوا بقى يا جماعه، ده دي الحله. تمام، احنا هنلم بقى كل الكلام ده. بصراحه الكبه متغلفه حلو جدا، فيها البتاع اللي بيطقطق ده، طبعا كلنا بنحبه عشان خاطر نقعد نطقطق فيه. الكبه اللي معانا النهارده دي يا جماعه فيها ميزه عن موديل تاني من نفس الكبه، ان دي بتنزل 2 اكس سلاح، يعني فيها سلاحين. ده سلاح طبعا، سلاح جبار بجد، يعني حاجه كده محترمه قوي. وفيها تاني واحد كمان اهو، سبير او احتياطي، قطعه غيار عشان لو حصل اي حاجه للسلاح دوت يبقى ده ايه موجود. ده طبعا مش موجوده في اي كبه، ان هو يحط لك قطعتين للسلاح هما زي بعض بالظبط. كل الكبات اللي موجوده عندنا زي دي كده، في موديل تاني بينزل منها بتبقى بقطعه واحده بس. بصوا التغليف برضو، التغليف بتاعها حلو جدا جدا عشان يحافظ عليها. ده بقى الوحش، ده الموتور. الموتور طب نشيل بس الكلام ده كده عشان ايه، من البخش نفسه. تعالي كده، ايوه. بصوا بقى دي برضو مهمة جدا، هقول لكم تاني. دي الكبة، دي الحلة الستة ونص لتر، حلة كبيرة ما شاء الله، موتور تقيل جدا طبعا، موتور من النحاس، فيها ثلاث سرعات. يعني بصوا دول ثلاث سرعات بتوعها، واحد واثنين وثلاثة. هي اساسا واحد بتاعها بيهري اي حاجة، يعني انت مش ممكن ما تحتاجيش الاثنين وثلاثة دي خالص. وده الجوان اللي هو بيركب تحت الحلة عشان خاطر ما يزحلقش على الرخامة، زي ما الكبات بيبقى فيها الجوان ده عشان الكبات ما تزحلقش، خصوصا الكبات الستانلس دي تزحلق ممكن وهي شغالة تلاقيها نزلت في الارض. تعالوا نشوف تجربة عملية للكبة دي عملت ايه. نبدأ كده، بتفرم لحمة، بتعمل كفتة، بتفرم بصل صحيح من غير ما يتقطع، بتعمل كل حاجة. وانا بتفرج على الاعلانات بصراحة الكبة ابهرتني بالحاجات اللي بتعملها. دايما شفنا الاستاذة عبير قالت انها بتعمل لحمة وبتعمل كفتة وبتعمل بصل صحيح، وانها مبهورة بجد بالكبة عن تجربة هي شخصية احنا مجربناش، لكن هي جربت، فهي جربت قدامنا كده وفرجتنا على الشغل بتاع الكبة دي. تعالوا نكمل بقية الفيديو. طماطم وبصل وفراخ بانيه ولحمة، وهجرب كمان كفتة الرز. جابت طبعا طماطم وجابت لحمة وجابت بصل، وهتجرب كمان كفتة الرز. هتعمل الكلام ده؟ اه هتعمل الكلام ده، وحش ده ما شاء الله عليها، دي هتعمل حاجات كتير جدا. اتفرجوا على الفيديو بس للاخر وكملوا. واول حاجة هجربها في الكبة الطماطم، وانا جايبة الطماطم صحيحة مش مقطعاها علشان اشوف قوة الكبة، وهوصلها بالكهرباء.
وبعدين هضربها، وانا هضربها على اول سرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده عملت ايه، ونشوف الطماطم عجبتني جدا في الطماطم. زي ما شفنا كده حضراتكم جابت الطماطم صحيحة، طماطم زي ما هي وحطيتها. احنا بنحطها في الخلاط بس بنقطع كده ونحطه في الخلاط، لكن انك تحط الطماطمية طماطمية كده وناشفة زي كده وتحطيها في الكبة والكبة تفرمها زي ما انتوا شفتوا كده، بجد هنقول ان ممكن في كبات تعمل الكلام ده. تمام ماشي، احنا معاكم يعني في كبات اقل في الوط واقل في الحجم وممكن تقطع الطماطم زي ما هي كده. طب ايه اللي بعد الطماطم؟ تعالوا نشوف بقى. وهحط البصل وبرضه هحطه صحيح زي ما هو، وانا حابه احط كل حاجه صحيحه علشان اختبر قوه الكبه. في البطا حط المطور، وبرضه انا بضرب يعني لحد دلوقتي على اول سرعه، انا ما استخدمتش تاني سرعه ولا تالت سرعه. ايوه انا المفروض امسكها. ايوه ما شاء الله، مش محتاجه اكتر من كده. حلو قوي ما شاء الله، يعني لا عجبني قوي قطعه في البصل، مش مخليهولي مهري اللي هو يعني ننزل الميه بتاعته لو انا هعمل بيه. يا رب ما اعيط. قوم في الطبق بتاعه. بسم الله. طبعا زي ما احنا شايفين قوه الكبه عامله ازاي في ايديها وانها مش قادره تمسكها، ولكن ده بصل يعني، وحطت البصل صحيح وزي ما انتوا شفتوا كده البصل طلع عامل ازاي، وهو صحيح حتى ما قطعناش البصل ولا اتنين ولا اربعة ولا اي حاجة، بس حطيناها جوه فرتكت. فتعال نكمل. وهحط برضو البانيه، وبرضو البانيه زي ما هو صحيح مش متقطع، يعني ده نص صدر ودي نص صدر ودي نص صدر، فبقى هتقطعهن ازاي. وانا ساعات بستخدم طبعا البانيه كده في الناجتس، الاولاد بيحبوا الناجتس جدا، وهجرب برضو اول سرعة هشوفها هتقدر عليه ولا لا. بسم الله. اني انا ممكن يوصل للتقطيع ده ممكن مثلا استخدمه في الشاورما، يعني لو اتقطعت لي كده ممكن اخليه شاورما. طيب لو انا بقى مش عايزاه شاورما وعايزاه مفرومه، شوف تاني درجه في الفرم، هستخدم برده تاني سرعه. بسم الله. لا ما شاء الله، بصوا بصوا يا جماعه عملتها ازاي. طبعا زي ما احنا شفنا هي حطت تلات صدور للفراخ، يعني فرخة ونص تقريبا، والحلة كبيرة يعني ما شاء الله 6.5 لتر، دي تقريبا الحلة للطبخ العادية، دي تقريبا الحلة 22 او 24. المهم ان هي في فرم الفراخ، هي فرمت شوية صغيرين الاول فقطعت الفراخ قطع للشاورما، لو انتوا حابين تعملوا شاورما قطعت الفراخ قطع كبيرة، لكن بقى لما كملت على فرمة الفراخ بالكامل فطلعت الفرخة ناعمة جدا، والكفتة بتاعت الفراخ بجد حاجة روعة. يجي بقى نخش على اهم حاجة الكبة دي بتعملها، هي فرم اللحمة، تعمل كفتة بتعمل لحمة مفرومة، ده اللي هنشوفه دلوقتي. وهي حطت ما شاء الله حتة يعني مثلا نص كيلو كيلو لربع حاجة زي كده جوه الحلة دي، وهتشيل طبعا وهنقطع الاول والكلام ده اللي هو الكلام اللي بيسر على باقي وهنقطع الاول ولا لا والكلام ده بيسر على باقي الكبات طبعا، لكن هنا بقى احنا هنقعد ندوس حتة حتة عشان نقطع الاول زي ما اتعلمنا، ولا هنا بقى هنكبس على طول وندوس ونشوف هتعمل ايه. تعالوا بقى نشوف. خش بقى على مرحله الوحش ونشوف هتعمل ايه في اللحمه، هتقدر هي كمان تعملها لي مفرومه زي ما فرمت لي البانيه ولا لا. وهيباها قطعه واحده مش مقطعاها، انا عارفه طبعا المفروض ان انا اقطعها، بس انا برضو عايزه اجرب قوه الموتور، يعني انا عماله اتقل عليها وهي بصراحه بتحرجني في كل مره وبتفرم اللي بحطه لها. ودي حته جايه معاها نحطها لها برضو كده، وهنشوفها بقى هتفرم اللحمه وهتوصلها لي يعني انا عارفه انها هتفرمها لي، بس هشوف بقى هتوصلها لي لاني درجه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. محتاجه ماسكه جامده. بسم الله. فرمتها يا جماعه، فرمتها. بصوا يعني انا عايزه اقول لكم هي الضربه الثانيه انا حاسه انها اتفرمت اصلا. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده، لا لا حلو قوي 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 ما شاء الله، عجبتني جدا. طلعت فعلا اللحمه مفرومه فعلا زي ما موجوده عند السوبر ماركت والكلام ده كله فعلا، او بتفرميها عند الجزار، اللحمه اتفرمت فعلا، وتبقى فرمه في البيت وتحت ايدك وقدام عينيكي وانت عارفه ايه اللي محطوط وانت حاطه بايدك كل حاجه. طبعا دي احسن 100 مره من اللي موجود بره. هتعمل بقى كفته رز، يعني الرز طبعا احنا عارفين ان الرز بيبقى محتاج مطحنه،
طحن الاول، دي معلوماتي انا يعني، برضو معلوماتي على قد يعني، بس هي تقريبا الرز بيتطحن الاول قبل الكفته عشان ما يبقاش صحيح كده في الكفته. ما تيجوا نشوف بقى ايه الموضوع كفته الرز ده. أجربها بقى كمان آخر حاجة في كفتة الرز، وأنا برضو حاطة كل حاجة زي ما هي، وحاطة ربع كيلو لحمة وحاطة كوباية رز والبصلة سليمة زي ما هي، وهشوفها بقى هتعرف تفرم لي الحاجات دي كلها مع بعض وتعمل لي كفتة زي. أشوفها كده عملت إيه، عايزة تضرب تاني ولا إيه؟ ما تضربش كويس. هي اللحمه اتفرمت والخضره اتفرمت وكل حاجه اتفرمت ما عدا الرز، واذا الرز ما اتفرمش كويس معايا فدي سهله جدا ان احنا ممكن نطحن الرز ويبقى الموضوع اتحل يعني، بس انا هضربه شويه كمان وان شاء الله يتحن معايا. عايزه اقول لكم اني انا استخدمتها ما شاء الله في الحاجات دي كلها ورا بعض من غير ما اريحها، عملت الطماطم وبعدين البصل وبعدين البانيه وبعدين اللحمه وبعدين بعمل الكفته، ما شاء الله مطورها يعني حتى ما تخنش يعني، ما شاء الله علشان ما لاقوش وقفت وانا بتكلم، بس يعني لا ما شاء الله حلو جدا مطورها. بس كده كفايه، هي لميتها لي كمان يعني مش هاخد وقت ايه ان انا اقعد ادور عليها والمها. بصوا عملتها لي ازاي ما شاء الله، حلوه جدا للناس اللي بيحبوا كبيبه في اكلهم وبيحبوا الكفته كفته الرز. هي بس عايزه شويه زيت، فحلوه جدا جدا. طب حضراتكم شفتوا بسم الله ما شاء الله الكبه جمعت الكفته على بعض عشان ما تقعدش تدور عليها، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه جامده جدا وحلوه قوي بجد. وهي طول ما هي في الفيديو وهي بتقول بسم الله ما شاء الله عشان خايفه الكبه تعطل منها ولا حاجه، لكن الكبه دي بصراحه اثبتت كفاءه جدا ومع الناس كلها، والناس اللي فعلا اشترت الكبه دي مبروك عليكم بجد. الكبه دي كبه محترمه، حافظوا عليها لان هي هتبقى ايديكم في كل شغل البيت وفي كل شغل المطبخ يعني. كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون الفيديو عجبكم. الاول مره شفنا او اول مره اتفرج علينا وتابع معانا الفيديو للاخر، انتوا على دماغنا من فوق واحسن ناس في الدنيا بجد، واللي مش عامل اشتراك يشترك، ويا ريت تعملوا لنا لايك. الفيديوهات دي بتتعبنا كتير عشان خاطر نوصل لكم كل المعلومات دي، وطبعا انا عارف ان كلكم قاعدين مستنيين تعرفوا سعر الوحش الجبار دوت موجود عندنا ان شاء الله بسعر 1250 جنيه للكبه، طبعا سعر حلو جدا، في كبات اغلى من كده بكتير وما بتعملش الكلام ده خالص. وطبعا اللي حابب يطلبها شحن هنسيب لكم الرقم هنا وهنسيب لكم الرقم في الديسكريبشن تحت، تقدروا تتصلوا على الواتس او فون عادي زي ما انتوا عايزين وطلبوا، هتجيلكم في اي حتة داخل جمهورية مصر العربية. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.